حاولنا ان احنا نشغل العربيه بالميه ونوفر الغاز والبنزين، وباقل كميه ميه تقدر العربيه تمشي ب 750 مللي ميه 500 كيلو، هتوفر لي حوالي 60% من استهلاك الوقود. بدور على الحاجات الخامات المصري، انا مش عايز خامات مستورده، انا عايز كل حاجه تنتج من عندنا، مش هنجيب حاجه من بره. احنا عايزين نوفر وقود عشان نقلل استهلاك الوقود ونوفر دولار هيطلع بره مصر.